بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الطلاب والطالبات الأعزاء في مساق اللغة الإنجليزية للأعمال 2. إن شاء الله اليوم نكمل المحاضرة رقم 2 من الوحدة 7 والتي كانت بعنوان Creativity. في المحاضرة السابقة بدينا بالأرتيكل الموجود في هذه الوحدة والذي كان بعنوان Different Perspectives، واللي كان بتحدث أنه يفترض لحل مشكلة and to find a radical solution for a problem you have to look at a different point of view. يفترض أنه إحنا ننظر إلى وجهات نظر مختلفة لحل هذه المشكلة. بدأ يعطيني بعض الأمثلة مثل كارين بريدي اللي كانت بتعمل كمانجينج دايركتور of Birmingham City Football Club. كان عندها it is making a huge losses في البداية، لكن بعد هيك تحولت she transformed it into thriving and prosperous and profitable club. طبعا كان السبب انه she took a different point of view from men who traditionally run the game. اخذت وجهات نظر مختلفة، ايضا طبقت new marketing methods to fill seats and sell affinity products. طيب نكمل ايضا الحديث عن الارتيكل different perspective. Lindsay Owen Jones brought a new perspective when he became chief executive officer of the French group L'Oréal. في عندي شخص اسمه أوين جونز اللي هو بتقلد منصب اللي هو رئيس مجلس تنفيذي اللي هو مجموعة الفرنسية للكوزمتكس اللي هي L'Oréal. احنا عارفينها شركة مختصة بالمستحضرات التجميلية. And has achieved وأنجز remarkable growth. هذا الشخص أنجز أو حقق اللي هو نمو باهر ونمو لافت للنظر بالنسبة لهذه الشركة. remarkable يعني واضح لافت للنظر، growth نمو. L'Oréal شركة L'Oréal has a different point of view from consumer goods companies. شركة L'Oréal إلها يعني وجهة نظر مختلفة عن اللي هي الشركات اللي هي التي تقوم ببيع البضائع للمستهلكين، او عن يعني الشركات الكوزمتكس الاخرى from consumer goods companies زي شركه يونيليفر. يونيليفر برضو هي شركه كوزمتكس which also sell cosmetics. فبقول لي L'Oréal لها وجهه نظر مختلفه عن الشركات الاخرى الموجوده في السوق زي شركه مثلا يونيليفر. طيب Owen Jones explains the consumer is guided by product performance. هذا سر نجاحه، بقول لي انه الكونسيومر المستهلك is guided يتم توجيهه by product performance من خلال اداء المنتج. performance الاداء، product المنتج. is it pleasurable, imaginative and beautiful. هل هذا المنتج واسع الخيال، imaginative، هل هو جميل، هل هو رائع، pleasurable. طبعا هذه الأسئلة بيسألها اللي هو الكونسيومر لنفسه، وطبعا الإجابة عليها بتقوده إلى أنه يشتري من هذا البرودكت أو لا. فحسب البرفورمانس تبع البرودكت، حسب الأداء تبعها، بيقرر إذا فعلا هذا البرودكت is it pleasurable, imaginative or beautiful product or not. is this what I wanna at this moment time. هل هذا فعلا اللي أنا ككستمر بحتاجه في هذا الوقت أو لا، هل في احتياج من هذا البرودكت أو لا. فبالتالي سر نجاح مرة ثانية Owen Jones في شركة L'Oréal، the consumer is guided by product performance. طيب نشوف أهم الكلمات: remarkable growth نمو لافت للنظر، imaginative أخذناها مسبقا معنى يعني واسعة الخيال أو جديدة وحديثة. The great innovators did not take the traditional view and develop existing ideas. بدأ كده يلخص، بقول لي إنه the greater innovators المبتكرين أو المبدعين العظماء okay didn't take the traditional view، ما بياخدوا بوجهة النظر التقليدية القديمة، and develop existing idea ويقوموا بتطوير وتحديث الفكرة اللي موجودة حاليا. يعني ما بياخدوا الفكرة على ما هي، إنما بيقوموا بتطويرها. If we look at problems from new directions، لو إحنا بدنا ننظر إلى المشكلة من اتجاهات جديدة، then we have unlimited possibilities for innovation. فإذا إحنا بننظر للمشكلة من وجهات نظر مختلفة من اتجاهات
جديدة، فبالتالي احنا حنوصل الى unlimited possibilities، الى احتمالات لا نهائية وغير محدودة من اللي هو الابداع والابتكار، وبالتالي حنتوصل الى العديد من الحلول اللي هي الابتكارية والحلول المبدعة. طيب نبدأ الكتاب بحل التمارين الخاصة على هذا الارتيكل. reading 1. read the article on the opposite page. What does the writer say we should do if we wanna to be brilliant thinker. ولأقرأ الارتيكل مرة ثانية الموجود في الصفحات السابقة. What does the writer say إيش حكى الكاتب we should do لازم احنا نعمله to be a brilliant thinker عشان نكون مفكرين بارعين أو أذكياء. Tick all the correct answer. الشغلة اللي حكاها فعليا الكاتب واللي ذكرها في المقال حنحط عليها الشرط الصح، أما إذا ما ذكرها ما رح نحط عليها صح. طيب نشوف إيش ذكر من الأمور اللي إحنا لازم نعملها to be a brilliant thinker. The first one. Study problems from a single perspective. إنه إحنا ندرس المشكلة أو المشاكل من وجهة نظر واحدة. Single يعني مفردة أو واحدة. لا طبعا هو حكى إنه لازم ناخد different point of view، بس عشان أذكركم مكانها في بداية الحديث هنا. We have to deliberately take a different point of view، مش single point of view. single point of view يعني وجهة نظر واحدة أو منفردة، وهذا طبعا لم يذكره الكاتب فبالتالي مش هنحط عليها تك. okay. طيب the second one. Look at problems from new directions. ننظر إلى المشكلة من اتجاهات جديدة، من وجهات نظر جديدة. صحيح ذكرت في آخر جزء. If we look at the problem from new directions, then we have unlimited possibilities for innovation. فبالتالي هنا هنحط عليها الشرط صح ذكرت في المقال. So, to be a brilliant thinker, you have to look at the problem from new directions. طيب, number three, use traditional methods. نستخدم الطرق التقليدية. لا طبعا ذكرها في النهاية وذكرها كمان في البداية انه يفترض انه احنا نعمل تغيير، انه احنا ما ناخد بالافكار التقليدية او بطرق التقليدية، انما يجب ان نطور عليها. The great innovator didn't take the traditional view. ما هذه مش طريقة لأخذها، did not. لازم ما ناخد باللي هي وجهات النظر التقليدية. فبالتالي use traditional methods مش لا تعتبر طريقة to be a brilliant thinker. طيب number four, consider a number of different perspectives. ناخد بعين الاعتبار العديد من وجهات النظر. صحيح هذه ذكرت وهي عكس طبعا الأولى. okay, we have to take into consideration different point of view. So we have to take it. So to be a brilliant thinker, you have to consider a number of different perspectives. The last one, take time to study problem. لازم ناخد وقتنا وندرسها بتأني وبتروي هذه المشكلة. صحيح لما حكى انه في بداية المقالة we have to deliberately take a different point of view before we have a chance creating radical solutions. يعني لازم احنا بتروي وبتأني ناخد اكثر من وجهة نظر نفكر فيها براحتنا، بعد هيك نتوصل الى حل هذه المشكلة. فبالتالي ممكن نحكي انه to be or to have to be a brilliant thinker, we have to look at a problem from new directions, consider number of different perspectives, take time to study the problem. طيب شوف حنعمل سكيب للاكسرسايز الثاني. نشوف multiple choice question, choose the best statement. بدنا نختار الجملة الصحيحة أو الأصح. We say that people are creative when they have new ideas that challenge the traditional ways of thinking. ممكن إنه نحكي إنه الناس مبدعين creative when they have لما يكون عندهم new ideas أفكار جديدة اللي that challenge اللي بتتحدى اللي هي الطرق القديمة من التفكير. طبعا هذه ذكرت فعليا في المقال، لكن خلينا نقرأ اللي بعدها نشوف هل في أصح منها. We say that people create
when they have new ideas that challenge the traditional ways of thinking. تقريبا تلتين نفس الاشي لكن هنا الاختلاف create حط للفعل. We say that people create ما بتيجي هنا فعل. يفترض انه انا استخدم adjective للpeople صفة للpeople. الadjective من الفعل create creative فبالتالي هذه الستيتمنت حتكون خاطئة. creative معنى يخلق تمام. طيب نشوف دي أو سي هي يفترض. We say that people are creative when they have new ideas that change the traditional way of thinking. ممكن أن نحكي الناس مبدعين ولديهم أفكار إبداعية لما يكون عندهم أفكار جديدة اللي تغير مش challenge هنحط لـ change بدل challenge that change the traditional way of thinking. طبعا العبارة الأولى حسب المقال is the best statement. Speaking رح نتركه إن شاء الله. The first question, who would you consider to be a great innovator? حسب وجهة نظرك مين بتعتبره يعني مبتكر عظيم؟ من هو المبتكر العظيم أو الإبداعي العظيم؟ بدك تحط عدة صفات أو تضع مجموعة من الصفات لحسب وجهة نظرك إنه هذا الشخص بكون حسب وجهة نظري إذا توفرت فيه هذه الصفات بحيكون المبدع العظيم. بعد هيك look at your classroom or your workplace from the perspective of an artist, child or merchant, what would they notice? بقول لي بعد هيك حسب الصفات اللي انت ذكرتها شوف وجهات نظر مختلفة من الطلاب او اذا الناس اللي بيشتغلوا عندك وشوف ايش ملاحظاتهم على النقاط اللي وضعتها. ان شاء الله بنناقشه في محاضرة الزوم القادمة. طيب نبدأ بحل سؤال جديد على الكلمات vocabulary. Choose the best word or phrase in italics to replace the word in blood. بدنا نعمل replacing نغير الكلمات الموجودة باللون الغامق البولد عفوا وبدنا نحط بدل منها كلمة مناسبة من الكلمات الموجودة عنا بالخط المائل الإيتاليكس. Okay. The first statement. The wood was a group of trees growing in a random way. الجملة بتحكي إنه الخشب عبارة عن مجموعة من الأشجار اللي بتنمو بطريقة عشوائية in a random way. Random way حكينا يعني بطريقة عشوائية. طيب إذا بدي أشيل هذه الكلمة الموجودة بالبولد باللون الغامق مين الكلمة الأنسب؟ planned أو unplanned. planned جاية من plan خطة. planned مخطط له. unplanned غير مخطط له. طيب random way عشوائي يعني غير مخطط له فبالتالي الكلمة الأنسب unplanned. okay. فبالتالي we can replace in a random way be unplanned. طيب statement رقم 2. the solution isn't always obvious. الحل مش دائما بكون واضح obvious. الكلمة الموجودة عندي بالبولد اللي هي obvious واضح. طيب مين الكلمة اللي ممكن استبدلها بتيجي بنفس المعنى بدل obvious؟ hard to find او clear. hard to find يعني صعب انه اوجدها. clear يعني واضحة. طبعا clear هي تيجي معنى obvious فبالتالي ممكن we can replace obvious with clear. statement رقم 3. he broke the window deliberately. كسر الشباك بطريقة متعمدة حكينا أو يعني أخذ وقته بتروي وبتأني يعني فكر جيد جيدا قبل القيام به هو عارف إيش بيعمل. okay. طيب deliberately تيجي معنى طبعا هي الموجودة باللون الغامق. accidentally يعني صارت حادثة فجأة يعني غير مخطط لها أو because he wanted to do ولا ممكن تيجي بدل deliberately أو تيجي معنى deliberately لأنه هو فعلا محتاج أنه يعمل هيك أو هو متعمد أنه يعمل هيك فبالتالي deliberately إحنا حكينا أنه بيعمل الشيء بتروي بتأني هو عارف إيش بيعمل متعمد الشيء فبالتالي ما صار الكسر يعني بطريقة عشوائية أو نتيجة لحادث فجائي إنما صار because he wanted to do it. Number 4. She transformed the company. Transformed حكينا لما المانجينج دايركتور حولت الخسارة طبعا إلى اللي هي وضع مزدهر في النادي تبعها. Transformed يعني يحول
حولت الشركه. اوكي شي ترانسفورم ذا كمباني، حولت الشركه. ف ترانسفورمد بتيجي بمعنى موفد ولا تشينجد. ترانسفورمد موفد يعني تحرك، تشينجد يعني تغير. اوكي فترانسفورمد بمعنى تشينجد، تغير، ما بتحرك، مش مجرد تحريك. خمسة، she created a thriving club. هي يعني أوجدت وخلقت وعملت a thriving club، نادي مزدهر. Okay. فبدل من كلمة thriving، thriving حكينا ممكن تيجي معنى prosperous. Okay. نذكركم بس فيها prosperous. Okay. أو profitable. طيب تشوف إيش في كلمات عنا هنا موجودة، إما successful أو popular. Successful يعني ناجح، popular يعني مشهور، thriving مزدهر يعني ناجح، مش مشهور، ناجح. Okay. أو يعني بدخل الكثير من الأرباح. Okay. فبالتالي we can replace in random way with unplanned. Obvious بيجي معنا clear. Deliberately because he wanted to do it. Transformed changed. Thriving successful. هذه يعني زي سؤال كلمة ومعناها. طيب شوف vocabulary 2 الاكسرسايز الثاني. Look can different meaning. كلمة look نفسها لو أنا حطيت معها proposition حرف جر ممكن تعطيني معنى مختلف when combined with different words، أو إذا تم يعني دمجها وجمعها مع كلمة مختلفة. Match the verb from 1 to 5 with the meaning from A to E. هنعطي كل كلمة شايفين كلها look look look، ولكن ما أعطيني بعدها حرف جر أو كلمة بعد منها، وكل كلمة مدموجة مع كلمة look بتعطيني معنى مختلف. هنشوف إيش المعنى. Look at. Look at حكينا يعني ينظر إلى. Okay. طيب نقرأ على الجانب الثاني. Try to find something you have lost. إنه تحاول إنه توجد شيء أنت خسرته أو فقدته عفوا. Seem or be similar to يعني مشابه له. Observe يعني ينظر إلى. Take care of أو be responsible for تكون مسؤول عن أو يعني تقوم بالعناية بشيء معين. Be pleased about something that is going to happen. Be pleased about something that is going to happen بمعنى أنه أنا حكون سعيد ومسرور لأي حدث أو أي شيء، أو أطلع لأي حدث أو أي شيء سيحدث في المستقبل. طيب مرة ثانية look at حكينا بمعنى ينظر إلى، يجي بمعنى observe. Look for معنى يبحث، search. طيب تشوف مين يعني الجملة المناسبة. Try to find something you have lost إنه تحاول إنه توجد شيء أنت ضيعته. Okay. فبالتالي look for تيجي معنى search أو try to find something you have lost. طيب look after. Look after دائما إحنا نحكيها look after your children إنه العناية بأطفالك أو العناية بأي شيء آخر. Look after بمعنى take care. Okay. of أو be responsible for. طيب look like it looks like معنى تشبه. Seem or be similar to. Look forward يعني أتطلع إلى أخبار سعيدة في المستقبل، دايما كنا بننهي فيها اللي هي الرسائل اللي بنبعثها للأشخاص بمعنى be pleased about something that is going to happen. طيب شوف كمان exercise. Complete the text with the correct forms or verbs from above. بدنا نكمل النص الموجود بالأفعال المناسبة طبعا من look معاها كلمة أخرى. الأفعال الموجودة عندي look at, look like, looking for, looks after, looking forward to. طيب hi Ramon, I have started work on the new website and would welcome your comments and suggestions. بعت رسالة إلى رامون وبيحكي له أنا بدأت فعليا بعمل في موقع جديد and would welcome you your comments and suggestions. فأنا برحب بأي تعليقات منك أو حتى اقتراحات. وبإمكانك could you go to this site تقدر تدخل على هذا الويب سايت اللي أنا بشتغل فيه and فراغ the work I have done. Okay. وإيش
العمل اللي أنا بشتغله فعليا and look at وتنظر إلى العمل اللي أنا بعمل فيه. I have got a problem. So the first خلينا نحكي space سنة رقم واحد look at. I have got a problem. أنا في عندي مشكلة with the photo of you. الصور الخاصة فيك. With your first boat. You can see that it is very dark. يعني إذا شفتها كتير معتمة. And there is no color in it at all. مفيش فيها أي لون. It فراغ. The middle of winter. The middle of winter بمعنى يعني هيك معطيني شيء مجازي بمعنى أنها يعني كأنه في وسط الشتاء. هي ترجمة حرفية بمعنى أنه كل إشي معتم ومش شايفين إشي. okay. فبالتالي حقول له وكأنها عاملة زي أو تشبه هذا الصورة كأنك واقف في اللي هو وسط المطر أو ما فيش إشي واضح. So it looks like the middle of winter. أم فراغ أمور colorful photo. أنا ببحث عن الصور اللي مليئة بالألوان. I'm searching أو I'm looking for a more colorful photo. I have asked Sylvia who فراغ the photo archive but she hasn't been able to find anything. سألت واحدة عندي اللي بتقوم بعملية أرشفة الصور but she hasn't been able to find anything. ولكن ما قدرت أنها توجد أي إشي. فعشان عب الفراغ I have asked Sylvia هو فراغ the photo archive اللي بتعتني أو المسؤولة عن الفوتو أرشيف هو responsible for أو الكلمة المناسبة أو الفعل المناسب look after okay, responsible for the photo archive لكنها ما أوجدت أي صورة منيحة. Perhaps you have a photo that we could use. فبالتالي هل في عندك صورة إحنا ممكن نستخدمها صورة أفضل. We can discuss it when we meet in kids next week. ممكن احنا نناقش هذا الموضوع لما نتقابل في الأسبوع المقبل. أم فراغ في نهاية دائما الرسالة بنقول أنا أتطلع إلى ردك القريب أو إلى الشيء المستقبلي. I'm looking forward to the trip very much. Best regards, Jeff. طبعا يعني زي ما احنا ملاحظين أنه حتى الأفعال هنا مرتبة بالترتيب حسب الجمل. طيب من سلايد رقم 20 اللي هو بيحكي عن language check عن قواعد F إلى نهاية هذا السلايد مش محتاجينها لأنه يعني مش راح ندوق كثير على القواعد قد ما احنا نركز على الكلمات. طيب شوف بس السلايد الأخيرة اللي بتحكي على الفوكابيولاري رقم 3 اللي هي suffix. suffix يعني لاحقة, يعني في عندي بعض الحروف بتيجي في آخر الكلمة عكسها اللي هو prefix. Look at these adjectives. انظر إلى هذه الصفات from the text and notice how they are formed from nouns. بدنا نجيب من كل noun من كل اسم الadjective تبعه اللي هو الصفة تبعته. Traditional اللي هو تقليدي. Tradition النoun الاسم الصفة منها traditional حكينا بمعنى تقليدي. فشايفين في نهاية الكلمة ضيف al هذا بنسميه بالsuffix. Profit ربح profitable مربح able هي suffix من noun profit إلى adjective صفة profitable. Imagination الadjective منها imaginative okay. ive هي عبارة عن suffix اللي ضفناها لـ noun imagination شيء خيالي. Beauty جميل beautiful جمال. ful هي suffix اللي ضفناها حولنا فيها النون إلى adjective. How do you form adjectives from the following nouns؟ كيف ممكن نحول معطين مجموعة من النونز من الأسماء وبدنا نحولهم إلى adjectives. okay. فبقول use the dictionary ممكن تستخدم القاموس تبحث عن الصفة لكل اسم. طيب practice يمارس practical عملي.
رقم 2 success نجاح، successful ناجح، okay. successful F-U-L بنضيف بصير الصفة ناجح. competition منافسة، منافس competitive okay. accident يعني حادثة، accidental شيء عرضي يعني صار. 5 النون innovation بمعنى شيء مبتكر، الادجكتيف منها innovative، نحكي innovative product سلعة مبتكرة أو ابتكاري. care النون بمعنى رعاية، careful اللي هي بمعنى حذر، الادجكتيف من care. reason سبب، reasonable A B L حنضيفها في الآخر بتيجي بمعنى منطقي أو معقول. fashion حكينا بمعنى اللي هي الأزياء، fashionable يعني على الموضة، الأدجكتيف من fashion fashionable. so again the noun practice الأدجكتيف منها practical، success الأدجكتيف منها successful، competition الأدجكتيف منها competitive، accident الأدجكتيف منها accidental، innovation الأدجكتيف منها innovative، care الأدجكتيف careful، reason reasonable، fashion fashionable. أما بالنسبة لجزء الباقي بتحدث عن الجرامر، عن قاعدة إف، فلن يعني نستعرضه في هذه المحاضرة. إلى هنا نكون قد انتهينا من شرح الوحدة الخاصة برقم 7 creativity. شكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.